نوم عيد للدرس كامل. نعم بسم الله. أول ما أخذنا هذا الدرس لماذا ندرس فقه السيرة؟ قلنا لأننا لا يمكن أن نعمل أي عمل إلا ونتعلم أحكام هذا العمل لما ورد في الكتاب والسنة. عرفنا السيرة وقلنا ناخذ في السيرة ركنين، ما هو؟ النية والإمساك. من يعرف السيرة؟ تعرف السيرة فقط؟ لو كان يسأل ابن صاحب تقول نعم، قال ما استيقظ فماذا؟ قال تعال تعال الدين فوق فتح الله عليك. التعبد لله هي للإنسان عن الطعام والشراب والشرب والشرب من طلوع البدر الصادق إلى غروب الشمس. طيب على من يجي الصيام؟ مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم كل من هذه الطلبه. طيب مستجاب الصيام الرده الاكل والشرب. اكل والشرب عمدا. اكل والشرب عمدا. الجماع والاستمناء. الجماع والاستمناء. القيء عمدا. قيء عمدا. نزول من حيث نزول من حيث قطعانية والحجام. طيب الان تكتب هذه الاشياء فقط على الدراسه صلاه السلام. ماذا اخذنا من الدرس الماضي؟ نعم. لماذا نقعد الصيام؟ لماذا اخترنا ان تكون هذه الدوره في الصيام؟ لان الصيام لا يمكن ان يقبل الا بمعرفه احكام هذا الامر وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. طيب ما حكم صيام شهر رمضان؟ حكم صيام شهر رمضان مستحب واجب مكروه محرم جائز. نعم واجب واجب واجب. ما الدليل على وجوب صيام شهر رمضان؟ الكتاب والسنة وإجماع الأمة. لا يمكن أن تخالف أحد في فرضية صيام شهر رمضان. والذي ينكر صيام شهر رمضان كما هو معلم الدين بصدره مثل ينكر وجوب الصلاة الخمس تحريم الربا تحريم الزنا. فهذا إن كان حديث عن الإسلام تعلم فتراجع وكافر وينصر وكافر. طيب ما الحكمة من الصيام؟ ما الفائدة وما الحكمة من الصيام؟ أي صيام شهر رمضان؟ التقوى. التقوى لعلكم تتقون، لأن الآن الصيام تعلم التقوى تتقي الله ثم تتقوى ولا تتقوى. طيب أيضا طيب. عباده الصوم. نعم تعلم الصبر، صبر على الطاعة والتصوم وعلى المعصية المحرمة وعلى أقدار ما قدر الله عليك. هنا أن تصوم 20 ساعة مثلا تصبر صح وغيره. نعم تشعر بحالة فقير ساعات تمر عليه ولا يجد شيء، وكذلك تعرف قيمة النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليك. أحيانا ما تمر ساعة أن تأكل وتشرب. نعم وغيره. أنك عبد. تعلم أنك عبد والعبد ليس له إلا السمع والطاعة. السمع والطاعة والتسليم. ما تقول لماذا نصوم رمضان ولا نصوم محرم؟ نعم. طيب على من يجب الصيام؟ المسلم خرج لهذا الكتاب وقلنا هذا أهم ما يكون لابد أن تتعلم التوحيد وتبرأ من الشرك ولا يكون عندك شيء قد يدخل في الصيام والعبادة. البالغ والبلوغ والعقل النية والمهدد والصحة والإقامة والخروج من خير من الناس. طيب هل يصح صيام كامل
نعم الذي يرعاك. لا، إذا كان يسب الرب ويصوم صيام باطل، يصوم ويصلي صيام باطل، فهل معنى هذا يقول له اذهب ولا تصلي ولا تصوم؟ لا، تعال لابد ان تصوم وتصلي وان دعاه سريع ونجتمع على طاعتنا. طيب، هل يصح صيام المجنون؟ لا يصح. لا يصح. هل يصح صيام السكران؟ هو واجب عليه الصيام. يقول الذي عليه الصيام لا تسكر وتصوم. نعم، لأن المجنون هذا اختيار، لكن هذا غير اختيار، هذه حرام. ما ممكن تكون حرام؟ هذه حرام. نعم، الحرام في أن تذبحه، والحرام هو في سواك. وجود الحكم حرام في أن تذبحه وتأكل القضاء زين وأن تموت السواك. كيف؟ يقول ثم يضع السواك بلا استنجاء واستجماع، هذه حرام. صحيح؟ اليوم قلت هذه حرام. هل يصح صيام الصغير؟ هل يجب الصيام على الصغير؟ لا يجب الصيام على الصغير، لكن يستحب له الصيام، ويجب على ولي الصغير تعويل الصغير على السن. ونحن نعرف الان اباء صلاه الله محمد كان يعودون على الصيام. كيف؟ يقول لا بد ان تصوم. قال صوم ما يتعب الامر صغير، تقول له اسمع اذهب وكل واحد ويتعود في اليوم الاول الى الظهر الى كذا، واذا كان ياكل وتقول ان شاء الله غدا تكمل الصيام حتى تستطيع الصيام. ذكرت النص الماضي ان من العجب ان المراه وهي معذوره ما تراها ابدا تاكل بينها رمضان مع انها معذوره بحي او ببصر، ما تراها حتى الزوج منها. صحيح يستحي. هناك من يأكل في نهار رمضان عيال الإمام، صح؟ صح. نعم، بل يدعوه إذا لم تدعو أنت إلى الطاعة ودعا في المسجد تفضل سيجارة. نعم، صحيح. كنا في العام الماضي كنا في رمضان من خيمات تركيا سوريا، خرج إمام المسجد أتى صلاة الظهر، وجد رجل جد ما شاء الله يشرب الدخان. قال عن السؤال، قال إذا كان هنا يعني الإمام يسأل هذا يسأل، قال له هناك رجل يضرب عشرة قوي، ما نقول عنه ما شاء الله هذا قوي ضرب. قال طيب رجل يضرب 100، قال ممكن؟ قال ممكن، هذا ما شاء الله هذا أقوى من الأول الكريم. قال طيب رجل يضرب 1000، قال لا قال لا هذا قطع الضرب يعني ما شاء. قال طيب رجل يحارب رب العالمين ضرب، لو واحد يقال بعشرة أو 100 أو 1000 ماشي، لكن هذا ما عنده من جاهل في الفقه في نهار القدر هو محللنا لله تعصي وتجاهل المعصية. صحيح؟ إذا لا بد أن نعلم هؤلاء، كل أخي لا تحمل الله. لو افترض أن هذا رمضان هذا أقل من أن تفطر وتجاهل بفوتة من هذا رمضان، قلنا المرأة وهي معذورة ما تجاهل أبدا وهي معذورة. طيب، إسلام والعقل والبلوغ، وذكرنا في البلوغ أن البلوغ يعرف بما كيف نعرف ان هذا غالب او غير غالب؟ لامور ثلاثه اتفق فيها رجال ونساء. انبات الشعر الخشن او القطن. الاحتلال واتمام 15 عام وتزيد المراه للحيض. واحده من هذه الاربعه يحصل بها الملوك. نعم، اربعه عند النساء، ثلاثه عند الرجال. طيب، الصلاه
الصحة خرج لهذا المريض. كم مريض إلى الصيام على المريض؟ من يعرف؟ نعم. إذا كان هذا الغرض يدور به إلى صام وصيام أحيانا محرم. يعني الآن أنت تسمع في هذا الناس ما يصوم، والطبيب يقول لا تصوم، وهو لا يصوم ويتعب وحمده ما عليه إلا المستشفى. فهذا تقول له يا ترى صيامك تأثم عليك. إي والله الله سبحانه وتعالى والله عليك علي بعباده. وقال رجل فرقوا بأيديكم لا تهموا، حرام عليكم الصوم صح؟ لكن جئت بأسبابي وأطلب ما أرى. قل يا رب إلا المال والمريض طيب عطاس زكام لا، إذا ما رأى يضرب به الأصابع فقر الدم جرة الدم جرة الدماغ مريض السكري مريض جرة الدم لا بد أن يتناول الدواء طيب المقيم خرج لهذا المساعد. فالمساعد الآن الأولى في حقه أن يصوم في رمضان ما لم يشق عليه شق عليه. لماذا أولى أن يصوم؟ لأن الصيام في السفر هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسهل عن مكلف غيره. أنت بعد لو تصوم مع الناس تصوم شهر ولا يشبه، لكن لو قلت تستطيع الصيام أكثر تقول لا كما صار الله لك صوم مع الجماعة بشر لكن وحدهم ما تقدر على ثم تدرك فضيلة شهر رمضان ثم قد تؤخر القضاء وما تقدر أحيانا، خاصة من يعمل في السفريات لا النساء فهذا يقول لا بد أن يصوم. طيب وكذلك أقول من الحيض والنفاس. ذكرنا أيضا مفسدات الصوم، والفائدة معرفة مفسدات الصوم حتى لا يأتي المفسد يفسد عليك الصيام ويصبح صيام فارغ يعود على الإنسان. الله تعالى أهم مفسد نسأل الله السلامة والعافية ضده يسب الرب يسب الدين يسب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هؤلاء أرادوا الله والله أخوانا الله هؤلاء الذين صنعوا برامج من سنين يعد لها وأنزلوا في الرب برامج كفرية والله. طب العفو فؤاد لا يمثل لكم والله يا واحد يمثل والدكم أن تسمع نفسك كيف يمثلكم هذا المؤمن يمثل للنبي صلى الله عليه وسلم ومثل للملائكة بل لرب العزة أمام الله يعني أن تكفوا في الهرم وأن تسلموا البر هل يصير؟ لا بد أن تنبه لهذه المساحة إطلاقا والله. طيب الثاني الأكل والشرب عمدا وما جرى غير الأكل والشرب حتى لو كان بار يشرب خنزير يشرب خمر يشرب خنزير يأكل خنزير يأكل بلاستيك أفضل. وما جرى غير الطعام الصعب او كان يغني عن الطعام الصعب الابر المغذيه خارج هذا الابر التي تؤخذ للتداول الانسولين مريض السكر وياخذ ابر انسولين لا يقدر قبل التنعيم لا اسمع يوم من الايام احد شرب من عيني ما يوجد احد عندما كن يعني يحتاج الى شرب يشرب من عيني حتى ولو بالطراءه في حق الله. طيب الثالث الجماع واسم النار خرج لهذا ما يقول نعم واحترم الصلاه بعد الظهر نعم واستيقظ رجل نفر منه صيام صحيح. لو استيقظ الان اثر عليه الفجر قبل ان يغتسل اثر عليه اذان الفجر قبل ان يغتسل صيامه صحيح ما تسلم ولا يشتغل مفهوم. المرأة تطهر قبل أذان الفجر ولا تسفير أرادت أن تغتسل أذان الفجر صيامها صحيح وتغتسل
بعدها تاسكا الردة والأكل والشرب والجماع والاستمناء أي عدد هذا أي عدد و الحجامة ونزول جبل الحي أو المصر وأن ينوي قطع الدين يعني نوى قال على موقف لكن لو تردد أو شك هذا القطع كبير لا أقول لا يوسوس انتصار مفهوم طيب وقال أيضا أن النية محلها قلب وأن الإنسان نحن الناس إلى الآن ونحن نوى من الصيام شهر رمضان تكفي هذه النية كل الشهر ومع ذلك هو إصلاح ثلاثة طيب بعد ما